السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزيت. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الركراكي، وين يسبب انتقادات، يعني وين يحرج المشرف المنتخب الوطني الجزائري، يعني باسباب، عده اسباب، بعمل، بخرجاته يعني في الميادين، في الميدان، خرجاته في الميدان، يعني متابعه الكبيره والصغيره، يعني في الميدان ماشي في المواقع. نسمعوا احنا في المواقع مدرب راه رايح صاي كمل، راه هضر مع ياسين عدلي، قضى مع صايك وراه رايح عند شرقي وانتظروا غادي يزيد عند، ومن بعد يدلك هاك، ومن بعد يقولك شاهدوا في العمره، ومن بعد يقولك شاهدوا في دوره تاع احياء، ومن بعد يقولك شاهدوا في صوره في دوره احياء كذلك. وهي رايحه كيما نورمال، عادي عادي، سي بون، كلش نورمال، كلش نورمال خويا، ما كانش كاع مشكل، كلش نورمال. يعني والناس تخدم ميدان، ماشي من مواقع، ماشي عندهم ناس دايرينو في المواقع يهضروا، ناس تخدم ميدان. مي يبغي يعيط للجواره يروح يدور عليهم بالواعد، تك 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 تك، يضرب سيمانه ويدور على الجواره تاعه، تبع الكبيره والصغيره، الا انا يشوف اللعابه الصغار يدي سات هذوك، يشوف منا، يشوف الاباء، يشوف الاباء، يعني عامل 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 عامل، مشروع ضخم. هذا هو المشروع الضخم، يمكن لا مشروع لا والو. حنا يا الله بالك كاش معاك، عارف ما كان والو بروحه، ما كان والو. وانكشفت الجامعة المغربية لكرة القدم على موقعها الرسمي وحساباتها في منصة التواصل الاجتماعي قائمة المنتخب المغربي، والتي أعادها الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي تحسبا لتربص شهر جوان المقبل. مالغري كيما هاك وصل دومي فينال كوب دي مون، يعني وربح البرازيل، وراح زعماك تبين تحس بلي هذا المنتخب رايح يدير حاجة، رايح عنده كلمة، عنده كلمة، عنده كلمة غادي يقولها، رايح تحس بلي المغرب عندها كلمة غادي تقولها في الكوب دافريك الجاية. مالغري كيما هكا والقائمة دارها تلقى انتقادات، حتى داروا توضيحات بلي هذوك اللعابة بلا الخنوس بلي زرزوري هذاك، يعني كاين بزاف لعابة وين غادي ندوهم يلعبوا في الإيفان 3 باش الناس ساهمت، وما الناس قلعت انتقادات، كاش تقديس، كاش والو، وين بلاصته. وأعاد وليد الركراكي القائمة للمنتخب المغربي لمواجهتين المنتخب الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في وقت مبكر، ما سبب انتقادات للمشرف، يعني المنتخب المشرف على المنتخب الوطني الجزائري. وعاقلي كيما هكا يعني وين ينتقدوه، ومن حنايا كي يدير قائمة ما يديرش قائمة زعما الناس تبغي. هاو دروك أنت يا مناصر منتخب وطني جزائري، متابع انت يا كل اخبار، تبغي تسمع كلش على بلادك، على المنتخب الوطني الجزائري، انت راك خدامه، انت الناس يتبع فيك، انت دير قائمه سي محمد، تعطي قائمه للبكري، الشعب الجزائري يعرف شنو كاين شنو مكاينش منا، مش تاعك، كان يحاسبها تاعه مسكين، كيما كنا نشوفوهم يجيو قطر، يجي هو بلايلي بونتاح بن عمري ويجوا داخلين نو فايتين يهضروا مع البعض، وين هاك حاجه تقلب فيك هاك رب العالمين، اللي كي ناسيونال كراهيه، مي كنت خط احمر، وكنت كي تجبد على بن عمري كلي شغل عايلة صحابي ولا عايلة من اهل البيت ولا كاش ممنوع، تقول لهم يا ودي عليك ولد او انا هاك راني نشوف التصاوير هذاك، وهذاك كمال ما هو ياكل دي كاميري فيهم هاكا، قلبي يبغي يحبس، نعرفها بلي رايحه رانا 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 مفوضين الحوت، الحوت ذاك الضخم ما يطيقش يهود تاع البحر، تا وين التربه تاع البحر ما يطيقش يهود لها، وحنا كنا فماك. وفي وقت من عبروا عن غضبهم واستيائهم، يعني وين نقولوا بلي وين من هذا، يعني من هذا المشرف، وين اشاد ناشطون جزائريين كثر بكشف الركراكي لقائمته في وقت مبكر من موعد التربص المقبل، على عكس تاخير الذي يصر عليه هذا المشرف المنتخب الوطني الجزائري. ما كان والو، لازم تبي تشوف بلي غادي ما يدوش، نعقل عليها كيما ضروري يا جماعه. سونغ
دار قائمة لو 2 مارس 2022 لو 2 مارس دارها حق ما خرجنا ليك ودارها ليك 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 اي حنا حتى لديسيتا حتى شاف عطال لعب نص ساعة دارها حتى لديسيت مع الصباح مع الصباح الناس بكرت على بالك على 6 تاع الصباح داروها تحسب باللي الاخرى تاع سكاني. ويقول اعلاميون رياضيون ان التاخير هذا المشرف يعني في كشف قائمه يعيق عمله في نقل يعني المعلومات عن الجمهور الرياضي الجزائري. وبات الكثير من التقنيين والناقدين الرياضيين يعبرون عن غضبهم من هذا المشرف جراء تاخير اعلان قائمه المنتخب الجزائري قائلين بان الامر يقلص وقت جمع المعلومات كافيه لتحليل جوانب الفنيه. هذه السبه تاعها يعطيك وقت ما يخليكش ما والو يعني ما هذه اللي يعني وصلنا لواحد المرحله انتوما بغيتوا اي ما انتظر كيسابكم انتوما ام يخرب كيسيب واحد نتايا تكون خا تكون من تصيب نتايا تصيب شعب تبع ام من كيسموه ام من كوافير ومن بعد تصيبهم راحوا مع مشاكره ايوا سيبو صحيح حاجه اللي ديرها مقبوله كيما قال لهم بلي ربع سنين وانا نيغوسي مع عوار راه كاترو انا على بالي اش كاين كاترو قال لك كاترو انا نيغوسي انت اللي واحد ينيغوسي وسايك راه جاي في الطريق راه جاي بينو جاي بي سايك من ما تعايروش ما تقولوش بلي انا نشوف مع كلابهم يا ودي شي صوالح. ومن المقرر أن تنشر اتحادية الجزائر كرة القدم في الأيام المقبلة أسماء قائمة المنتخب الجزائري والتي سيستقر عليها هذا المشرف لخوض تربص شهر جوان 2023. وستواجه كتيبة محاربي الصحراء المنتخب أوغندا ضمن المجريات الجولة الخامسة من تصفيات نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا كان كوت ديفوار 2023 ولملاقة المنتخب أوغندا بتاريخ 18 من شهر جوان المقبل. سيعود قائد المحرز ورفاء المحرز مانعت ليجي هي كاع لي سادات وخاطش عليها كاين واحد الامور يعني ماشي كيما المدربين يحط اللعابه طاق طاق لا حنا وين كاين لاعبين وين داخلين حتى في القائمه يدخلوا لا ما تجيبش الاخر لا ما نخصوش هذاك لا ما تجيب الناس لا يا ما تجوش كيما اي سايك سايك نقلع هذاك ونجيب هذاك صح كيما كون باغي كيما كون باغي وشخصيه قويه. حنا كنا نقول لكم بلي تخرج هذاك اللي كان يقول لك لا شخصيه قويه تقول لك او العريب يحطوه له او دي مش كنتو تقولوا بلي هذا ما كانش يدخل له في الامور تاعو ولا خديو ساهموا لوحكم ساهموا لوحكم. ووفق لبيان اتحاد الجزائر للعبه ونظيرتها التونسيه من المنتظر ان يواجه المنتخب الجزائري جاره تونس وديا بتاريخ 20 من الشهر ذاته على ارضيه الميدان 19 ماي بمدينه عنابه. ومازال مصر يعني ومازال مصير ودية الجزائر وتونس مجهول بالنظر إلى ضيق الوقت بين تلك المواجهة ومواجهة كتيبة الخوض مع أوغندا حيث عقدت الكاب بمأمورية هذا المشرف في خوض مواجهتين في ظرف 48 ساعة. صاحبي نقول لك أروح على بالك بلي السنغال غادي يلعبوا لو 18 من 18 غادي لو 20 يزيدوا يلعبوا ماتش اميكال يعني مع نادي كبير مع منتخب كبير يلعبوا 18 ويلعبوا 20 مع نادي كبير هاك ساهم صاحبي مش هاك ساهم صاحبي هاك ساهم ولا مش هاك ساهم قال لك الكاف عقدت من ماموريه المدرب يا ولي سامعين به تاش لا سامع به نتوما بركاكم تعرفوا سامعين به هذا مكان والله لا نتوما برك انا نقول لكم نتوما برك هذا مكان ما مليا والله واحد ما سمع كاع بكم انا نقول لكم راكم داخلين روحكم برك زريعة هكا وصعيب رجالة والو قدام برك ومي تهدر يقول لك انت يا ضد بلادي جي ضد بلادي انا ضد هذا الخباز انايا انا مانيش ضد بلادي جامي نكون ضد بلادي انا ضد الخباز هذا خايب لي براسك تجي تضحك عليا انا تدي شكاية تاع الدراهم تضحك عليا انا صفق عليك انا تخسر ماغينيا استوائيا صفق عليك انت مهبول انت علمتني هاك الدنيا انايا صفق على الفاشل طقت غلط.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.